وكعادتنا في فقرة الرياضة محللتنا الكروية نبا الدباغ تخص برنامج هذا الصباح بتحليل من قلب الحدث في ملعب لوسيل وسط الجماهير السعودية. نتابع. مبروك فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني، الفوز اللي أكيد أكثر المتفائلين ما كان متوقع أي شوية، بس صراحة المنتخب السعودي لعبها صح من تقدم خط الدفاع واللعب على خط التسلل، وهذا الشيء اللي ضرب الأرجنتين من نتكلم عن الفرص وحتى الأهداف اللي انلغت بالنسبة لهم. وبعدين بالشوط الثاني تغيرت الأمور وصار المنتخب السعودي شجاع أكثر، فإذا عنوان هذه المباراة هي شجاعة المنتخب السعودي أمام المرشح يمكن هو الأكبر يعتبر بقيادة ميسي لهذه البطولة. فمبروك، ألف مبروك للمنتخب السعودي، وراح ننتظر هل راح يسويها فعلا يتأهل من هذه المجموعة الصعبة اللي هو أصلا ما كان مرشح منها. خلينا نشوف. معكم كانت نبأ الدباغ من قناة دبي.